بسم الله. لاحظوا، انا بشتغل على الفايل رقم 3 يا محمد. طبعا بشتغل اول حاجة على المدرسة النموذجية فرضا. اشي انتباهكم فقط في استخدام النماذج البسيطة، بامكاني افعل نماذج كما يلي. زي ما قال اخ محمد القادمي، ايش وظيفة النماذج؟ ادخال البيانات الى الجداول. اذا لاحظوا، اقدر من انشاء معالج النماذج واروح كالتالي، احدد الجدول المطلوب مني. انا مثلا اشي جدول الطلاب، اضيف البيانات التي احتاجها تظهر في الجدول واعمل التالي، وبعدين تختار هل تشد النموذج تبعك عمودي او جدولي او ورقة بيانات او ما اليك. طبعا يفضل عمودي. التالي وبسميه مثلا نموذج، او النموذج الاساسي الخاص بالطلاب. هذا النموذج الان اللي عندي اقدر ادخل الطلاب عن طريقه مباشرة، واقدر اتنقل بين الطلاب. مثلا هذا الطالب رقم 2 3 4 5 6 وهكذا. هذا يوديني الى اول سجل، الزر الاخير يوديني الى اخر سجل، والزر الذي بعده بيفعل لي اي سجل جديد. مثلا اشي اسجل طالب جديد، الطالب رقم 7 8 9 اسمه، اي اسمه؟ احمد. الذي جنسه ذكر، تاريخ ميلاده. هذا مش تقييم عادي، تمام. طيب لاحظ التغيرات، لين تم إضافة هذه البيانات؟ أكيد تم إضافتها للطلاب في الجدول نفسه. لاحظوا آخر طالب منه أحمد. إذا الفكر الأساسي من النماذج طريقة سهلة ومرتبة ومنظمة لإدخال البيانات إلى الجداول. طبعا هذا بس بصورة مبدئية فقط لا غير. الخطوة اللي بعدها، أقدر أعيدها من البداية. شي نخرج من هنا. طيب من البداية تماما، دخلت المجلد الخاص بالتدريب، وفي الكتاب او الفايل رقم 3 اللي هو الاكسس اللي في الوان، اشتغلت على قاعدة بيانات المدرسة النموذجية. فتحتها، واول ما فتحتها فعلت تمكين المحتوى، وبعدين من انشاء اخذت الجداول انا كامل. اليوم ان شاء الله موضوعي على النماذج. النماذج زي ما قلنا يا محمد طريقة سهلة لإدخال البيانات إلى الجداول، ومرتبة ومنظمة. لاحظوا، عن طريق النماذج ما نستخدم معالج النماذج. أوكي. بعدها بيقول لي ما هو الجدول اللي أختاره؟ أقول له الطلاب. ما هي البيانات اللي تشاهد تظهر؟ أقول له شيهم كلهم. التالي التالي، وأسميه باسم النموذج الأساسي على سبيل المثال. إنها. طيب لأن أنا ولا قد شايف حاجة، أنا غير إنشأت بس. طيب وشرحت لكم جزء التنقل. مثلا وش انتقل للطالب الذي رقمه 400، اكتب 400 في مربع البحث واضغط انتر، وانقلك رأسا إليه. أيضا الشيء يبحث على طالب معين، يبدأ اسمه باسم معين، تعمل بحث وتأكد أنه مطابقة أي جزء من الحقل. الشيء يبحث على واحد اسمه أحمد، شلو معي هذا يحتوي اسمه على احمد، وهذا وهذا كلهم هذا اسمه على احمد. طيب الشي واحد اسمه الشي واحد بحرف السي، بحرف التاء مثلا، توفيق. توفيق يا تامر، توفيق يا قولي تامر، ان عندنا بيان تامر سر توفيق وما اليه ظهر لي. إذن هذا المرحلة الأولى، ما رأيكم أنتم تشتغلوا عليها وتجربوها؟ أكيد مسجل.